عشر كتلة الجسم البادي ماس اندكس عبارة عن معادلة مكونة من وزن تقسيم الطول تربيع، بيعطينا ناتج. هذا الناتج بيبدأ يقسم لنا هل هو عندنا نحافة، هل عندنا وزن مناسب، هل عندنا وزن زيادة أو سمنة أو سمنة مفرطة أو حتى سمنة مرضية. طبعا اكبر سلبيه على هذا المعادله انها بس بتقيس الوزن والطول. طيب لو شفنا واحد مثلا طويل كثير، من الطبيعي انه راح يعطينا على الميزان او حسب مؤشر كتله الجسم يعطينا الناتج زياده، لانه الطول نفسه بوزن، فوزنه راح يطلع زايد مع طوله راح يطلع زايد، فالنتيجه راح تكون زياده. في ناس كمان عندها مشكله بس فقط احتباس سوائل، فراح يعطيها انه عنده سمنه، ولكن احنا مشكله احتباس السوائل نعتبرها سمنه كاذبه لانها عم تعطي وزن زائد، ولكن بالحقيقه هو مش سبب زياده الوزن هي الدهون، بل كان سبب الزياده هي السوائل. واحد عنده كتله عضليه زايده فبالطبيعي انه يعطيه الوزن زياده لانه عضلاته زايده، لكن احنا سبب زياده الوزن هي زياده الدهون زياده عن حاله الجسم. اكبر نقطه سلبيه لجراحين السمنه انه بيعتمدوا على مؤشر كتله الجسم، ما بيعتمدوا على التقييم. انا كاخصائيه تغذيه ما بعتمد على تقييم مؤشر كتله الجسم، بعتمد على تقييمي، اشوف وين توزيع الدهون، كيف مساحه هاي الدهون، وعلى اساسه اما يعمل بس نظام غذائي او يعمل جراحه السمنه، وعلى الاغلب النظام الغذائي هو الافضل.